ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام عبر الهاتف سيادة اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد. صباح الخير يا فندم. أهلا صباح الخير أستاذ دعاية، تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك. سؤال بيطرح نفسه، كيف كانت محافظات الصعيد وكيف أصبحت؟ محافظات الصعيد في العهود السابقة ما كانتش موجودة على خريطة التنموية للدولة، ده أدى إلى وجود هجرة داخلية وأدى إلى عدم تعليم وانتشار وزيادة نسبة الفقر والفجوات التنموية. ولكن الوضع اختلف باهتمام القيادة السياسية منذ 2014، الصعيد بجميع محافظاته على خريطة التنمية، قاطرة التنمية في الدولة. شهدنا مزيد من المشروعات وشهدنا مشروعات كبيرة تنموية بتتحدى الحاجات اللي كانت موجودة في الماضي، والنهاردة المواطن الصعيدي شعر بيها، لأنه شعر بيها هذه المشروعات، مشروعات منفذة حقيقية على الأرض، سواء كانت اهتمام بالمواطن الصعيدي أو بالطرق اللي هي بتؤدي إلى التنمية ونجاح التنمية، بالإضافة إلى المشروعات الاقتصادية اللي بتعيد توفر فرص عمل والدعم الاقتصادي القومي وبتسد الفجوات التنموية. نعم، دائما ما يكون هناك تعليق هام جدا، وهي فكرة إن المشروعات الاستثمارية والاقتصادية كل مشروع ملائم للمكان اللي موجود فيه، للمحافظة اللي موجود فيها، وبالنسبة كمان لطبيعة المكان. خلينا نتكلم على كيف تم التنسيق بين المحافظات المختلفة في إطار إن يبقى في مشروعات استثمارية، وفي إطار كمان طبعا إن ده بيوفر فرص عمل كثيرة. طبعا هو كل محافظة ليها ميزة تنافسية بتختلف عن المحافظة الأخرى. يمكن الصعيد بينقسم لثلاث أقاليم، شمال ووسط وجنوب، كل إقليم ليه طبيعة خاصة، ليه موارد حتى كمان، يعني الموارد الموجودة في كل محافظة وفي كل إقليم بتختلف عن الأخرى. وبناء عليه إن جميع أجهزة الدولة وضعت خطة للاستفادة من كل محافظة والاستفادة من موارد كل محافظة، بالإضافة طبعا إن طبيعة المواطن الصعيدي بتختلف وعادات وتقاليده بتختلف من محافظة إلى أخرى. كل هذه الاعتبارات وضعت في خطة للتنمية، وضعت في خطة للاستثمار، وضعت في خطة لجذب الاستثمارات. يعني احنا دلوقتي بنشوف استثمارات كثيرة، سواء كانت استثمارات من محلية واستثمارات خارجية في صعيد مصر، من أول محافظة الفيوم لحد محافظة أسوان. ده طبعا ده نجاح كبير لخطة ناجحة مبنية على أسس علمية. نعم، طب خلينا نتكلم على أبرز العقبات اللي تم تحديها حتى نرى محافظات الصعيد على ما هي عليه الآن. أبرز التحديات وهي الهجرة وعدم توفر فرص عمل. يمكن الكلام ده كان محافظة المنيا، محافظة أسيوط، محافظة سوهاج، كنا بنرى سابقا هجرة شبابنا وأبنائنا لمحافظات أخرى، فيش فرص عمل، فالناس كانت بتسيب المحافظة وتسيب المركز وتهاجر إلى محافظات الوجه البحري وأحيانا خارج الجمهورية. دلوقتي بنقول الهجرة العكسية، عودة بقى هؤلاء وأبنائنا وشبابنا إلى هذه المحافظات ليه؟ تواجد فرصة عمل، تواجد مسكن آمن، تواجد طريق بيحقق النجاح التنمية. طبعا ده إنجازات كبيرة، وده بيدل على اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة لتنفيذ مشروعات تنموية تعود على الخير وتعوض أهالينا في الصعيد. نعم، طب حضرتك دلوقتي سيادة اللواء كلمت على البنية التحتية والنهضة بالبنية التحتية حتى تكون محافظات الصعيد جاذبة لأهلها وجاذبة أيضا لغير أهلها نتيجة للمشروعات الاستثمارية. خلينا نتكلم بالتفصيل أكتر عن البنية التحتية واللي تم إنجازها في محافظات الصعيد. طرق ده مما لا شك فيه، وماذا غير ذلك؟ نريد أن نتحدث عن فكرة التعليم، الرعاية الصحية، عن المصانع وكل هذه الأمور. حضرتك خطة التنمية أو نجاح أي تنمية بيبدأ من المواطن، والمواطن هو محور التنمية، والدولة وضعت خطط تنموية واستثمار في المواطنين من حيث المكان. احنا طبعا مشروع ومبادرة رئاسية كبيرة وعظيمة وهي مبادرة حياة كريمة. نعم، طبعا مشروع كبير جدا، ولا تستطيع أي دولة أن تأخذ هذا القرار أنها تنمي الدولة كلها وتنمي الأصغر القرى وأصغر التوابع الموجودة في هذه الدولة. المواطن شعر بحياة كريمة، شعر بمسكن آمن، شاف طريق، شاف مية صالحة للشرب، شاف التصرف العلمي لمياه الصرف الصحي. زمان ما كانش فيه خطوط صرف، ما كانش فيه محطات صرف، ده بالإضافة كمان إن احنا بنعمل قيمة مضافة للصرف، إن احنا بنعالج الصرف واستغلاله في الزراعات الزينية وهكذا. الطريق، انا لما اجي انمي مكان لازم يبقى ليه طريق. شفنا المحاور شرق وغرب النيل، الكباري،
14 كوبري عابر للنيل و14 محور عابرين للنيل، طبعا ده كله انجازات. في الماضي كان انا المواطن لما كان عايز يروح مركز اخر كان بيمشي 30 40 كيلو عشان يلاقي كوبري، دلوقتي الوضع اختلف. الصناعات المدن الجديده 14 مدينه في الصعيد، المدن الصناعيه والمناطق الصناعيه، كل هذه المشروعات بتصب في صالح المواطن الصعيدي، بتعوض المواطن الصعيدي عن عقود سابقه ما كانش فيه تنميه. الوضع اختلف دلوقتي يا استاذ. نعم، والتعليم والصحه ايضا الاهتمام بيهم في الصعيد اصبح مختلف تماما. اه بالظبط، يعني زمان حضرتك كان المركز، مش هنقول بقى المركز، المركز كان فيه مدرسه ابتدائي، مدرسه اعدادي وثانوي في مركز ثاني، ممكن الثانوي يبقى في مدينه نفسها. طبعا الوضع اختلف، زياده نعم. عدد الفصول، زياده المدارس، التعليم قبل الجامعي، التعليم الجامعي نفسه والجامعات الاهليه وزياده عدد الجامعات، ده دي طفره كبيره في التعليم. الصحه، المستشفيات، زياده عدد الاسره، الوحدات الصحيه، القافيات الطبيه، طبعا ده كل دي انجازات كبيره بتتحقق على ارض الصعيد. نعم، طيب حضرتك ذكرت المدن الجديدة في محافظات الصعيد، خلينا نتوقف عند هذه المدن الجديدة، ما الذي توفره المدن الجديدة وماذا عن المدن الأصلية الموجودة في محافظات الصعيد لاهتمام بهذه وتلك؟ المدن الجديدة ويمكن في الصعيد شهد 14 مدينة جديدة، هذه المدن بتهدف إلى زيادة التنمية وخلق مجتمعات تنموية جديدة والتوسع واستغلال الظهير الصحراوي لكل محافظة. طبعا احنا المدن دي مربوطة بطرق، مربوطة بأماكن للعمل والخدمات، توفير فرصة عمل، مسكن آمن، طرق جديدة، تنمية جديدة، استغلال الظهير الصحراوي، طبعا دي كلها بتؤدي إلى إحداث طفرة كبيرة في خطط التنمية. نعم، وكمان المدن الجديدة معتمدة على التقنيات الحديثة حتى في التكنولوجيا. طبعا طبعا، احنا شهدنا في سوهاج الشهر السابق تشريف فخامة الرئيس وافتتاح الخدمات الإلكترونية، وما كانش الكلام ده موجود قبل كده. كان المواطن عشان يطلع أي وثيقة رسمية كان بيذهب إلى المحافظة، ديوان عامل محافظة، دلوقتي لا، ده في مكانه وفي قريته بجميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة يقدر يطلع ويستخرج كل أوراقه الخاصة به. الوضع اختلف تمام. نعم، وحضرتك بتتكلم، كنا بنعرض على الشاشة ولسه كمان هناك الكثير من اللقطات التي تعرض الآن لشكل المناطق السكنية في الصعيد. خلينا نتكلم على نفسية المواطن إما يكون هذا هو المكان الذي يسكن فيه بالتطوير اللي حصل فيه. حضرتك رصدت ازاي رد الفعل؟ لان من المؤكد ان الحالة النفسية عندما اكون في مسكن او اعيش في مسكن بهذا الشكل الجمالي المناسب للحياة الآدمية الكريمة، اكيد ان ده بينعكس ايضا على الحياة الاستثمارية والحياة الصحية والحياة التعليمية وكل مناحي الحياة. طبعا، يعني زمان ما كناش بنشوف زي ما حضرتك معروض قدام حضرتك، ما كناش بنشوف المدن والتطور في العمارة وفن العمارة والتنسيق الحضاري، ما كناش بنشوفه الا يمكن في القاهرة الكبرى ويمكن بعض المدن البسيطة، دلوقتي بقى في قلب الصعيد، وده بينعكس على الروح العالية للصعيد لأهالينا في الصعيد، وبينعكس على اهتمام المواطن الصعيدي، يعلم تماما اهتمام القيادة السياسية وإصرارها على تحقيق التنمية وتعويض المواطن الصعيدي والمواطن المصري بشكل عام. نعم. للوصول ان هو يعني كلنا عايزين نخلي مصر دي احسن دوله في العالم، وان شاء الله خلف القياده السياسيه هنحقق ذلك باذن الله يعني. نعم، طب سياده اللواء، خلينا يعني قبل ان نختتم هذه المحادثه مع حضرتك ان احنا نتكلم على فكره ان وقت ما بيكون في مجمع سكني دائما ما بتكون الخدمات ايضا الخاصه به موجوده ومتوفره، دائما ايضا ما بيكون هناك عدد من المشروعات بجانب هذا المجمع السكني بحيث ان المنطقه كلها تكون جاذبه للسكان، جاذبه للتعليم، جاذبه لان لا يكون هناك اي خوف على الرعايه الصحيه وفي نفس الوقت فرص العمل. طبعا احنا في التخطيط السابق برضو كنا مثلا لما كنا بنيجي نعمل مدينه جديده في الظهير الصحراوي ما كانش بيتخطط لها يعني حاجات بسيطة أو قليل من الخدمات، بعيدة عن الأماكن العمل، بعيدة عن الخدمات، بعيدة عن التعليم، فدي كانت بتسبب مشكلة، ويمكن لم يقبل كثير من أهلنا في الصعيد أن هو يسكن فيها. دلوقتي لا، المدينة متكاملة منظومة
منظومة متكاملة، منظومة عمرانية متكاملة، مسكن آمن، طرق حضرية، منطقة خدمات متكاملة، مناطق تعليم، مناطق صحة، مناطق عمل. يعني ده الجيل الرابع، ما هو دي مدن الجيل الرابع اللي فيها تطور، وفيها تطور وتوفير خدمات والصحة والتعليم، كل هذه العناصر الأساسية والعناصر اللي احنا بنقول احنا في الجيل الرابع للمدن الجديدة. نعم. طيب خلينا كمان نتكلم على نقطة أن حتى وقت الافتتاحات المختلفة اللي بيقوم بها سيادة الرئيس، مش بس بتكلم على الصعيد، ده في أي مكان في جمهورية مصر العربية. على سبيل المثال يعني لو بنتكلم على افتتاح مصنع، دائما ما بيتم التوجيه بأن لازم يحصل تطوير للمنطقة بشكل عام، المناطق السكنية، الحالة التعليمية، الحالة الصحية، أن دي منظومة متكاملة لازم تكون موجودة في كل مكان. دلوقتي والصعيد أصبح مختلف تماما، بنتكلم على عدد من الاستثمارات الكثيرة جدا اللي حصلت فيها، عدد من المدن أيضا الجديدة اللي بقت موجودة في محافظات الصعيد المختلفة. إلى أي مدى محافظات الصعيد أصبحت جاذبة للسكان؟ وهذه الكلمة تحديدا هامة جدا، لأن في سنوات وليست بالبعيدة جدا كنا نتحدث عن أنها طاردة للسكان، الآن إلى أي مدى أصبحت جاذبة للسكان؟ لا، الصعيد، جميع محافظات الصعيد أصبحت جاذبة للسكان وجاذبة للاستثمارات، لأن العوامل الأساسية والعناصر الأساسية لجذب أي استثمارات أو إنها إنشاء طفرة في التنمية هو المكان، وده متوفر وعلى أحدث نظم العمارة وأحدث نظم التكنولوجيا، الطريق وده متوفر، المصنع، الورشة، كل هذه تؤدي إلى جذب الاستثمارات وجذب السكان وإنشاء مجتمعات جديدة، ودي اللي بنشوفها دلوقتي على الصعيد في كل المحافظات. نعم نعم. سيادة اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المحادثة.